واح السلام عليكم الدراري، مرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو هذا جيت نشرح لكم واحد الموقع اللي هو جد رائع. هذا الموقع هذا يمكن لك تربح منه فلوس، يعني بالنسبه اللي كيلعبوا سي اس جو. اللي كنت كتلعب سي اس جو كتفتح صنادق بزاف وتويشيات، وكنت كتلعب لي رانك وكتطلع اللعيبات ديالك، يمكن لك تربح سكينات زواوني. تربح سكينات زواوني، وهاد السكينات هادو يمكن لك تبيعهم وتاخذهم فلوس كاش. يقدر يصيفطوا لك فلوس في الباي بال ولا في بزاف ديال اللعيبات، غنشرحهم لكم دابا ان شاء الله. المهم بالنسبه للدراري يعني اللي كيلعبوا سي اس جو، يحاولوا ما يضيعوش وقتهم، يحاولوا يستافدوا. الا عندهم شي سكيل ولا شي حاجه حاولوا يبيعوا ويصيفطوا الباي بال ديالو يربح فيه. كاين سكينات اللي كيوصلوا حتى للمليون، كاين سكينات اللي كيوصلوا حتى ل 100000 ريال، المهم على حسب انت وزهرك المهم دخلتي للموقع بحال هكا، غادي تحاول تكونكتي السيم ديالك مع هذا الموقع من هنا الفوق، دير ستيم لوجين وتدير المعلومات ديالك وداك الشيء، وغادي دير كونيكتد كما كتشوف هو تكونيكتا معنا. هذا ستيم ماشي ديالي، ديال واحد الدري صاحبي، حقاش انا ما كنلعب سي اس جو، ما عنديش سكيلات وما عندي حتى شي حاجه، داكشي علاش خديت الكونت مع عند الصديق ديالي كينغ باش نجرب الموقع. شكرا لهذا المنبر. اوكي كما كتشوفوا في الاول ما غاديش يطلع لكم السكينات بحال هكا، غادي تحاول تبرك على هذه اللعيبه هذه بحال هكا وتاخذ هذا اللينك هذا اللي هنايا، هذا اللينك اللي هنا تحاول تاخذه كما سمعت واحد الموسيقى. المهم يكون عندك في الاول هنا خاوي وتحط هذا اللينك هنايا وغادي تكونيكتي كما شفتوا معايا، هو تكونيكتا كما كتلاحظوا. اي حاجه بغيتي تبيعها راه يمكن لك تبيعها. كما كتشوفوا هادو هما الحوايج اللي كيتوفروا باش يصيفطوا لك فيهم الفلوس ديالك، كاين الباي بال وكاين هاد المواقع، هادو ما عمر ما شفتهم ما عرفتهم انايا. يمكن بيتكوين، هذا بيتكوين كاين حتى البيتكوين. سلام. المهم دابا نشوفوا كنختاروا يعني بعض اللعيبات هادو اللي كاين هنا يعني بحال وقتي فات ليهم الوقت. والحاجه اللي عجبتني في الموقع يعني هنا يمكن لك تختار اورو ولا الدولار. هنايا كاينه العربيه، داعمين حتى العرب. شوف غندير العربيه عربيك كما كتشوفوا هنا، كيشرح لك كل شيء بالتفاصيل بلا يكتب، ما كتفهمش اللغه ولا شي حاجه يفهمك كل شيء. المهم انا بغيت نبيع هذا الشيء هذا كامل اللي عندي، نحاول نختار هذا. هو كما كتشوفوا بالزربة تختار، هنا كيعطيك 0.56 اللي كيدير هويا. تجي لي هنايا كيعطيك 0.82، هنايا هيا 1 دولار كما كتشوف 1 دولار، هنايا عاوتاني 1.8، هنايا 1.12، هنايا 1.15. انا اختاريت هادو كلهم باش نحاول غادي نبيعهم ان شاء الله. وكتختار هنا اين شركه بغيتي باش يصيفطوا لك فيها الفلوس اللي حل معاهم نتايا. انايا بالنسبه ليا حل في باي بال، غنجي هنا غندير باي بال. هنا غادي ندخل المعلومات ديالي، على ما اظن هنا كتدخل غير الايميل وكتعاود تدخل عاوتاني مره اخرى الايميل ديال الباي بال. اوكي ما عليناش دقيقة. اوكي الدراري هنا غنهبطو باش نبيعو لهم السكينات ب 1.15 او كيتشارجا. كما كتشوفو الدراري في هاد الميساج اللي طلعو ليا، هاد الميساج اللي طلعو ليا يعني يلا اكتيفيت ستيم جارد، يلا اكتيفيتو يعني في التليفون عندي. كيطلبوا مني سيمانة تقريبا، مع 7 ايام، 7 ايام، المهم 7 ايام كيطلبوا مني باش يمكن لهم باش تاكتيفا باش نحاول نبيع. نتوما تحاولوا تاكتيفيو ستيم جارد ديالكم تكونوا ديجا مأكتيفينو قبل باش يمكن لكم تبيعوا ديريكت. المهم انا خصني دوز 7 ايام عاد يمكن لي باش نبيع هاد اللعيبات هادو. المهم هذا هو الفيديو. المهم اللي وحل شي حاجه، اللي وحل شي حاجه ما فهمش حتى شي حاجه يجي عندي وانا نوريك كيفاش يدير. الطريقه راه سهله ماشي شي حاجه صعيبه، اون بلوس راه كاين شروحات ديالها في يوتيوب، اللي بغى يعرف الشروحات والتويشيات راه كاين شروحات في يوتيوب باش يتعلم شي حاجه. المهم كما كتشوفوا راه كاين الناس كيبيعوا السكينات ديالهم، هنا كيوريك كيفاش بغيتي تعمل، كيفاش بغيتي تخدم في الموقع، كيفاش تبيع السكينات كما كتشوفوها، كيفاش تبيع تويشيات. لان الاسئله بغيتي تعرف شي حاجه، تعرف شي حاجه كتلقى السؤال ديالها هنايا تويش. المهم بعدا السيت راه موثوق، ما تخافوش منه، موثوق 100%، ما تخافوش عليه. انا كيدير يمكن واش جيف اوي هنايا، كيدير شي جيف اوي شي لعيبات بحال هكايا.
المهم داكشي عندهم انتكشي شويه مزيان خير. المهم شكرا لكم الدراري على المتابعه ديالكم، ما تنساوش دعمونا بزاف لايك، حاولوا خدموا في الموقع، اللي عنده شي سكين حاول يبيعو ويدخل الفلوس في باي بال، ولا بغيت تخرجهم راه غادي تخرجهم، قال لك تخرجهم من البنك او داكشي. يلا هادشي اللي كاين الدراري، شكرا لكم الدراري، عواشكم مبروكه، وتسناو الانبوكسينغ ديال بلاي ستيشن 4 ان شاء الله راه جاي في الطريق. يلا شكرا لكم بزاف و جود باي. رمضان جاي.